على بركة الله. اول حاجة غنحتاجو طنجرة او لا مقلة اللي تكون غاقة بحال هذا الشكل هذا، وغادي ناخدو الضغا ديالنا. فكيف قلت لكم ديجا راني درتها على نار يعني متوسطة هكا باش تخلينا الاناء ديالنا فاش غادي نديرو الصلصة فوالا، وغادي نكبو عليه تقريبا واحد جوج معالق ديال الماء. نبقاو كنحركو بحال هكا، كيف شفتو معايا فهداك الماء كيتبخر ومن بعد ما تبخر لينا غادي نضيفو واحد الكمية ديال الملح على حسب الذوق والرغبة ديالكم. هلا هنا ما تخافوش فهذيك الكمية الملح يعني ما كتلصقش لينا في الفرشة، كتبقى تحت. كنجيبو غطاء ديال الزاج او ديال الطنجرة وكنحاولوا اننا نغطيو عليه، وغادي نخليوه يعني حتى كنلاحظوا بان اول حبه غادا تفرقع علينا اولا غادا تطرطق، وعاد باش نحاولوا اننا نقصوا النار شويه حتى كيكمل يعني الفشار ديالنا في الطياب. فهاد الطريقة صراحة إلا جربتوها كونوا أكيد أنكم غادي تبقاو يعني هي اللي تعتمدوا، خصوصا أننا أول حاجة غادي نتفاداو الزيت، وثاني حاجة حتى من الريحة يعني وحنا كنحضروا الفرشة ما كتكونش عندنا واحد الرائحة ديال الزيت هكا في المنزل ديالنا. هانتوما هنا فبدا الفرشة ديالي كيف كتشوفوا كيطرطق، فنقصوا النار وخليوه يطيب على خاطر، وهكا غادي تحصلوا على واحد النتيجة رائعة. غادي تلقاو بأن الفشار ديالكم كله يعني تقلى وما بقات عندنا حتى شي حبة في القعر ديال الطنجرة ديالنا. أنا هنا درت معكم كمية قليلة غير للإفادة، فيمكن لكم ديروا الكمية يعني على حسب الأفراد ديال العائلة ديالكم. وهذا هو الشكل ديال الفشار ديالنا، صافي صبح جاهز. هانتوما حتى يعني كيف كتشوفوا معايا فتقلى بالكامل، وهذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه. فشار يعني ناجح مليون في المئة. شوفوا معايا يعني كيفاش محمر، وحتى هذا الملح يعني اللي درنا فكيبقى في قعر ديال الطنجرة كيف قلت لكم، وكيجي مقرمش. هانتوما بحال الى مقلي في الزيت تماما، ولكن هاد المرة بطريقة اخرى مغايرة على كيف موالف كنحضروه. صدقوني انكم الا جربتوا هاد الوصفة ولا هاد الطريقة فما غتبقاوش تستغناو عليها وغادي تولي هي المعتمدة عندكم. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء والى فيديو مقبل ان شاء الله. الا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تخليولي لايك وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. الى اللقاء وفي امان الله.